أكرم حسني وسعيد جميل نجوم خلعوا البدلة الميري من أجل الفن والبرامج التلفزيونية، بقدر ما لمهنة ضابط الشرطة من هيبة اجتماعية ومسؤولية في المجتمع المصري، وبقدر ما بيحلم قطاع كبير من الشباب بالانضمام لوزارة الداخلية من بوابة كلية الشرطة واختباراتها الشديدة الأهمية، إلا إن في عدد من الضباط تركوا مهنة ضابط الشرطة من أجل عيون الفن وتقديم البرامج التلفزيونية. أكرم حسني، الفنان أكرم حسني هو واحد من أهم الفنانين في الوطن العربي، وبيمتلك خفة دم غير طبيعية في كافة الأعمال اللي بيقدمها على الشاشة. اشتغل حسني كضابط في الأمن المركزي، إلا إن كان حلمه العمل بالتمثيل، وعشان كده قدم استقالته من الشركة وعمل كمذيع، وحقق نجاح كبير جدا من خلال برنامج نشرة أخبار 25، واستمر في تقديم البرامج، وكان أبرزها أسعد الله مساءكم، وكان بيقدم فيه شخصية أبو حفيظة، واللي قاده لدخول عالم التمثيل، واستمر فيه وحقق نجاحات كبيرة جدا لحد دلوقتي. وحاليا بيعد أكرم حسني واحد من نجوم الشباك في مصر والوطن العربي. سعيد جميل، سعيد جميل هو نجل المستشار الشهير والمحامي الكبير جميل سعيد، وواحد من أعلام المحاماة في مصر. وسعيد جميل كان ضابط شرطة متميز، إلا أنه ارتبط بعلاقات واسعة في الوسط الإعلامي وأداءه التلفزيوني المميز، وده دفعه لترك مهنة ضابط الشرطة وانتقل للتلفزيون، ورجع خلال سنوات قليلة جدا من تقديم نسخة جديدة من البرنامج الاجتماعي عبر شاشة القاهرة والناس، ولقاءاته المختلفة في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، وكمان لقاءاته المختلفة مع الإعلامية رضوى الشربيني.